الشاعر الباكستاني محمد إقبال زار مصنعاً في لاهور، فلفت انتباهه عامل في زاوية من زوايا المصنع يغني بطرب وتعلو محياه علامات السعادة، فاقترب منه فإذا هو يجمع البراغي ويضعها في علب خاصة شأنه شأن بعض رفاقه بالقرب منه، فزاد هذا الأمر استغرابه فسأله ماذا تفعل؟ فقال أنا أصنع طائرات. فقال له باستغراب طائرات؟ فقال أجل يا سيدي طائرات، هذه الطلبية لشركة تصنيع طائرات، والطائرات العملاقة التي تركبها لا يمكن أن تطير دون هذه البراغي الصغيرة. نظرتنا لأنفسنا هي التي تحدد قيمتنا في الحياة. فرق كبير بين من يرى نفسه جامع براغي في علب وبين من يرى نفسه شريكا في صنع الطائرة. فرق كبير بين من لا يرى من وظيفته إلا الأجر الذي يجنيه وبين من يرى الأثر الذي يتركه. كل عمل مهما كان بسيطا يترك أثرا في هذا العالم. أنت لست مجرد كناس للطريق، أنت شخص يجمل وجه المدينة. أنت لست مجرد نجار، أنت إنسان محترف تحمي البيوت من الشمس والريح. أنت لست مجرد خياط، أنت تهب الناس الأناقة. أنت لست مجرد خطيب على المنبر، أنت ملهم الأمة. أنت لست مجرد مدرس أولاد، أنت صانع القادة. أنت لست مجرد مهندس وصانع جسور، أنت ماهر وفنان في استثمار المساحات والوقت. أنت لست مجرد طبيب، أنت مخفف الآلام وباعث الأمل في قلوب الضعفاء. أنت لست مجرد إعلامي يظهر على الشاشات، أنت صانع محتوى تلهم العالم بطرحك. أنت لست مجرد ربة أسرة، أنت أهم شخص في العالم. أنت بأمر الله واهبة هذا الكوكب. أنت أول مرب وأهم مرب، فليس هناك صناعة أعظم من صناعة الإنسان.